وشفى لهم بقربه مواسم وأعيادا، ووطأ لهم على فراش كرامته مهادا. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده تعالى وأشكره هدى من أراد إلى صراط مستقيم، وأستغفره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تلقي الكتاب المكنون. يا أيها الحضور الكريم، إن وفد بيت الله تعالى قد وفدوا عليكم، وهم بغاية الفرح والمسرات، وجاءوا ببركة تلك الأماكن الشريفة، حامدين رب الأرض والسماوات، ذهبوا ملوثين من الذنوب، ورجعوك يوم ولدتهم الأمهات. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هنيئا لهم، اصطفاهم مولاهم وحط عنهم الذنوب والأفضار، وباها لهم ملائكته، وباها بهم ملائكته المقربين، ورفعهم إلى مقام الأبرار، وأعد لهم النعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فيا وفد بيت الله الحرام، ويا ضيوف الرحمن، ها أنتم بالأمس كنتم في الديار المقدسة، وكنتم في ضيافة خالقكم عز وجل مع ملايين الحجاج الوافدين من كل بقاع العالم، وقد أحاطكم الله تعالى بعناية تامة حتى أديتم الأركان، واغتسلتم من ذنوبكم، وودعتم المقام الشريف، وفزتم برضا مولاكم ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. واليوم وقد وصلتم وطنكم الأم، وتلاقيتم مع أحبابكم وأسرتكم الكبيرة والصغيرة بعد فراق وزمان، كنتم فيه مع مناجاة رب العزة والجلال، وطفتم لبيته الحرام، وسعيتم بين الصفا والمروة داعين بكل إيمان وإخلاص، ووقفتم بعرفة مهللين مكبرين منبهين.